السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة الموضوع مهم جدا جدا، هنتكلم عن اليونان. موضوع شامل. ليه هنتكلم عن اليونان يا جماعة؟ لأن اليونان دولة موقعها استراتيجي يا جماعة. اليونان موقعها استراتيجي تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا، بمعنى إن اليونان معها حدود مع تركيا، ماشي، عن طريق البحر، وعندها حدود مع ألبانيا عن طريق البر أشكار يعني، برضو عندها حدود مع بلغاريا ومقدونيا، ماشي يا صاحبي. اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي وعضو في مجموعة الشنغن، يعني ينطبع عليها بصمة دبلن وينطبع عليها بصمة الشنغن. ولكن اليونان تعتبر أسوأ دولة في اللجوء يا جماعة. ليه؟ لأن أصلا اقتصاد اليونان تعبان يا جماعة، والرواتب فيها تعبانة جدا، كلام حقيقي. العملة داخل البلاد اليورو، العاصمة أثينا، لكن توجد يا جماعة مدينة سالونيك، أيضا مدينة كبرى زي أثينا بالظبط لا تختلف عنها، ماشي يا صاحبي. اللجوء في اليونان من أسوأ الدول في اللجوء يا جماعة. اليونان كل اللي دخل اليونان خدها كمعبر، تاخد بالك، يعني عبور، دخلوا من تركيا، ومن تركيا دخل يونان، ومن يونان كمل بقى على بلغاريا وهنغاريا وصربيا، وانت طالع بقى ألمانيا والنمسا وفرنسا، تاخد بالك. فاليونان معبر، ولكن كلجوء أسوأ دولة معاملة اللاجئين، ماشي يا صاحبي، في المساعدات، إذا كان الرواتب أصلا ضعيفة للي عايشين في البلاد، 300-400 يورو، تخيل. فأنت كلاجئ بقى هتعمل إيه وهتاخد مساعدات إيه؟ فكل اللي دخل يونان خدها كمعبر لأوروبا، ماشي يا صاحبي، بحكم إنها مع حدود مع تركيا صاحبي قريبة. يعني إحنا عارفين في الماضي في سنة 2015 كسر التدفق اللاجئين من الدول العربية إلى تركيا، ومن تركيا دخل يونان. في ناس دخلوا تهريب بالمركب، وفي ناس دخلوا تهريب سباحة. أي والله العظيم، واحد يقول لي سباحة، أيوة، في واحد سوري دخل يونان سباحة يا جماعة، قاعد يسبح لمدة 7 ساعات، تخيل، سباحة لمدة 7 ساعات. أنا ما بشجعش يا جماعة، muchas gracias، أنا ما بشجعش يا صاحبي على الهجرة غير شرعية، أنا بس بقولك اللي حصل والوضع اللي حصل، لكن أنا ما بشجعش أي واحد على الهجرة الغير شرعية. قدم تأشيرة نظامية وربنا حيكرمك، لأن أنا قلت ولساني يعني اتبرى من الكلام، إن أنت قدام السفارة مجرد ورق، اعمل ورق كويس وسافر. فزي ما قلت لك في سنة 2015 كسر تدفق اللاجئين إلى تركيا، ومن تركيا اليونان، يعني اليونان يعتبر كوبري يا جماعة، لأنها على حدود تركيا، وتركيا أصلا بتحلم لانضمام للاتحاد الأوروبي، ولكن احنا عارفين الرئيس الفرنسي رفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بسبب احتلال تركيا لجزء من شمال قبرص. الموضوع ده اتكلمنا عنه قبل كده يعني، ماشي يا صاحبي. فاليونان تعتبر معبر، كل الناس اللي بتخش تركيا بخش اليونان، ومن اليونان بيطلع بقى بيكمل، ماشي يا صاحبي. ولكن كلجوء في اليونان الأسوأ لجوء في أوروبا في اليونان يا جماعة، أسوأ لجوء من مساعدات ومن مخيم ومن حاجات، لا، كل اللي خد اليونان خدها كمعبر، دخل يونان وطلع بقى كمل يا صاحبي على هنغاريا وبلغاريا وصربيا، وانت طالع بقى، ماشي يا صاحبي. اليونان اصلا يا صاحبي في السابق عجزت عن سداد دين 138 مليار دولار، انت متخيل 138 مليار دولار ان دولة تعجز عن سداد الدين؟ سبب الدين ده يا جماعة الحكومة، كل اللي بيخش بيسرق وينهب، كل اللي بيخش بيسرق وينهب، مما بيؤثر الاقتصاد الدولي. انت خد بالك لما العملة بتاعتك بتنزل بيؤثر على صادرات البلاد. فاليونان في السابق عانت من أزمة كبيرة جدا، مما أدى إلى بيع أراضيها يا جماعة. اليونان باعت المينا بتاعتها، اليونان باعت المينا بتاعتها عشان تسدد الديون، ولكن هي كدولة دولة كويسة، ماشي يا صاحبي، دولة ممتازة، بالذات الحياة في العاصمة أثينا وسالونيك، هي كسياحة كويسة ومليانة جزر، يعني تروح تتفسح في اليونان، لكن تعيش فيها تعبان مقارنة مع الدول الأوروبية يا صاحبي. طيب يا عم علاء، تأشيرة اليونان تأشيرة سياحية وتأشيرة الشنغن. لو أنت معاك تأشيرة الشنغن يا صاحبي تقدر تخش اليونان. ليه؟ لأن اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي وعضو في مجموعة الشنغن، أنت واخد بالك؟ فكل اللي بصم، فانت تقدر تخش اليونان تأشيرة سياحية، وتقدر تخشها بتأشيرة الشنغن. طيب ليه يا عم علاء كل الناس بتعدي من اليونان وما بتعملش لجوء في اليونان؟ ما قلت لك يا صاحبي اليونان دولة فقيرة مش غنية، الرواتب فيها 400 يورو 300 يورو، صدقني كلام حقيقي. ولو انت بصمت في اليونان، قدمت لجوء بصمت، بصمة دبلن تنطبع عليك، لان اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي ودول الشنغن. فاليونان عبارة عن كوبري ومعبر، كل اللي بيخش بيطلع، كل اللي بيخش بيطلع،
انت واخد بالك يعني كل بعد كده بس من تركيا اليونان وانت مكمل بقى دول البلقان تخش على هنغاريا وصربيا وتكمل. ولكن لو قعدت في اليونان وقدمت لجوء تنطبق عليك بصمة دبلن وبصمة الشنغن. يعني لو قدمت لجوء في اليونان من الصعب انك تخش النمسا تقدم لجوء، مستحيل، لان بصمة دبلن موجودة. بصمة دبلن تنطبق على الاتحاد الاوروبي كامل. انت واخد بالك معايا يا صاحبي؟ انا عاوز ابسطها لك واوضح لك الامور. فاليونان دولة فقيرة بكل المقاييس يا جماعة. انت واخد بالك؟ اليونان عجز عن الدين اكتر من 3 مرات زي الارجنتين. الارجنتين عجزت عن الدين 8 مرات، اليونان عجزت عن الدين اكتر من 3 مرات يا جماعه. ولكن مين اللي بيقف جنب اليونان؟ الاتحاد الاوروبي يا صاحبي. ليه؟ لان لو وقعت اليونان الاتحاد الاوروبي هيقع اوتوماتيك، لان اليونان عضو في الاتحاد الاوروبي وعضو في دول الشنغن، فبيضطر يساعدوا اليونان بالقروض. ولكن سبب الفساد الحكومات يا جماعه. الحكومه كل الحكومه كل حكومه بتيجي اليونان وتمسك بتنهب وتسرق زي ما قلت لك، من بيؤدي الاقتصاد وانهيار الدولي والبطاله. ماشي يا صاحبي؟ ليه انا عملت الفيديو على اليونان؟ لان اليونان موقعها استراتيجي تربط اسيا بافريقيا باوروبا. تخيل دوله اوروبيه، الدوله الوحيده الاوروبيه اللي في دول شرق جنوب اوروبا تابعه للاتحاد الاوروبي، يعني الدول المجاوره ليه مش عضو في الاتحاد الاوروبي. تخيل، مش عضو، لا ولا عضو في دول الشنغن. اليونان الوحيده اللي في دول اوروبا، اللي في دول شرق اوروبا، ماشي، اللي في دول جنوب شرق اوروبا تابعه للاتحاد الاوروبي وتابعه لبصمه دبلن وبصمه الشنغن. زي ما قلت لك اليونان دوله جميله، تروح تفسح فيه، تتمتع بشوارعها، تتمتع بالمطاعم بتاعتها في شارع اثينا وسالونيك. تاخد بالك يا صاحبي؟ دوله جميله بكل المقاييس. ولكن اسوأ دوله في اللجوء يا جماعه اليونان، اسوأ دوله في اللجوء. وضح نقطة يا جماعة، مش معنى إن الدولة أفلست، مش معنى إن الدولة مديونة إن الدولة تعلن الإفلاس، ده مجرد إجراء قانوني. ده مجرد إجراء قانوني فقط يا جماعة، ولكن عمر ما في تاريخ الدول إن في دولة بتعلن الإفلاس، مستحيل، ده مجرد إجراء قانوني فقط، بمعنى يعني الدولة بتكون مكسورة. الدولة بتكون مكسورة وعاجزة على سداد الدين، بس، لكن عمرها ما بتعلن عن الإفلاس يا صاحبي. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. اشترك في القناة وفعل الجرس ودعمني باللايك، وانتظرونا في الحلقات القادمة.